السلام عليكم، أناشد جميع الجهات المعنية. الدولة قطعة رزق العالم، حجر صحي حجر صحي. نعم آمنتوا بالله حجر صحي. زين هاي الناس الكسبة، هاي العمال اللي تشتغل بهاي المعارض أو اللي تشتغل بهاي المحل أو اللي تشتغل بهاي المطعم، يعني هاي الناس وين تروح؟ هو يعني هو قوته قوة يوم، يعني معتمد على رزقه اليومي، معتمد على هذه، معتمد مثلا هو في هذه المعرض معتمد على هذا القوت يوفر لأهله المعيشة. المطعم أقل مطعم، هسه احنا أقل مطعم لا بد ما يشتغلون به فد 4-5 عمال. يعني هاي الناس وين تروح؟ يعني هجرت انت قعدت حجر صحي حجر صحي، ما الحل؟ ما البديل؟ ما توفر لهم هاي الحكومة؟ شنو اللي راح توفر لهم اياه؟ شنو اللي راح تعوضهم عن هذه القاعدة؟ شنو اللي راح تبذلهم اياه في هذه الأزمة؟ يعني ما الحل؟ الى متى انه الحجر صحي حجر صحي وهاي الناس جالسة ببيوتها وما عنده قوت يوم، ما عنده شيء يوكل اطفاله، ما عنده راتب، ما عنده إعانة؟ يعني شنو اللي راح توفر الحكومة لهاي الناس اللي قعدت